يا صباح الخير مرة تانية. الكرة الأرضية بتضم دول كتيرة وعديدة، بتختلف أكيد بالعديد من الأمور والثقافات، ويمكن الاختلاف الأبرز بينها هي لغة شعوب هالدول، وصار من الشائع تعلمنا كأفراد للغات يا أما بدافع علمي أو حتى ثقافي أو مجرد ميول نحو تعلمها واكتساب معرفة حول تاريخ شعوبها. ورغم وجود مين بيتقن الحديث بلغات عديدة، لكن الغالبية العظمى من السكان حول العالم ممكن تجهلها، لهيك كان لابد من ترجمة كل لغة وإيصالها للأشخاص اللي ما بيتحدثوا فيها إلا بلغتهم الأم. وآية رح تخبرنا اليوم أكثر عن الترجمة من لغة إلى لغة تانية بمناسبة اليوم العالمي للترجمة. تفضلي يا آية. صحيح يا ورد، يعني أكيد بدنا نحكي بداية ونخبركم ونذكركم بأن الترجمة هي تحويل النصوص المكتوبة من لغتها الأصلية للغات أخرى مع مراعاة نقل القواعد اللغوية بشكل صحيح ونقل المعلومة بدون أي تغيير بمضمونها لتوصيل فكر الكاتب وثقافته، وهي الأداة اللي بتحدث فيها الشعوب ذات اللغات المختلفة، لهيك أصبح فن عالمي لا يمكن الاستغناء عنه. لكن مع وجود ما يزيد على 6000 لغة حول العالم، زادت أهمية الترجمة كوسيلة لمد جسور التواصل بين الحضارات ليفرد لإلها عام 1953 يوم يحتفي بأهميتها من قبل الاتحاد الدولي للمترجمين، ويتم اعتماده رسميا من قبل الأمم المتحدة عام 1991، وهو يوم 30 أيلول من كل عام. اليوم العالمي للترجمة هو يوم يحتفل فيه العالم بجهود المترجمين في مختلف أنحاء العالم وكافة اللغات، وقد اختير يوم 30 من أيلول من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة لإحياء ذكرى عيد القديس جيروم مترجم الكتاب المقدس الذي يعتبر قديس المترجمين. يعتبر الاحتفال باليوم العالمي للترجمة فرصة لعرض مزايا هذه المهنة التي تزداد أهمية يوماً عن الآخر في عصر العولمة. وكانت أهداف الاتحاد الدولي للمترجمين من هذا الاحتفال السنوي تذكير المستخدمين من المترجمين وخدمات الترجمة بالأعمال الهامة التي يقوم بها المترجمون. أما القديس جيروم فهو من يوغوسلافيا، وكلفه البابا بإنجاز ترجمة الأناجيل من اليونانية والعبرية إلى اللاتينية، فحضر إلى بيت لحم برفقة 4 نساء نذرن أنفسهن لخدمة الكنيسة، وأخذ جيروم يعمل بدأب لإنجاز ترجمته. وقد أمضى القديس جيروم سنوات طويلة من عمره في المغاور والأقبية تحت كنيسة المهد معتكفاً على كتبه، ليقدم أول ترجمة شاملة للكتاب المقدس بمنهجية واضحة، ولا زال مسيحيو العالم يعتمدون على ترجمته، وهذا يعطي صورة عن حجم تأثير العمل الذي أنجزها. طبعاً لعبة الترجمة عبر التاريخ دور كبير بنقل الثقافات والمعارف بين الشعوب. كانوا اليونانيين من قبل يرسلوا طلبة العلم عندهم لمصر لنقل علوم الفلك والحساب والزراعة للغة الإغريقية، ونفس الأمر كمان كانوا يعملوا المصريين لما ترجموا الأدب الإغريقي للعربية، وهذا الشيء كان يصير بين جميع الحضارات بالماضي ولاحقاً بالعصور الوسطى. أما بالنسبة للعصر الحديث فتطورت الترجمة مع ظهور التكنولوجيا يلي سهلت الأمر أيضا بشكل كبير. للترجمة طبعا أهمية يعني كبيرة أيضا بعصرنا الحالي، هي حاضرة بقوة بالعديد من المظاهر الحياتية بشكل يومي، بداية من الجرائد اليومية، نشرات الأدوية، مرورا بالأفلام الأجنبية والسينما والمسرح والتلفزيون والبرامج، ووصولا للكتب والنصوص القانونية والرسائل الإلكترونية يلي بتم تبادلها بين الشركات من مختلف الدول. طبعا مع تطور التكنولوجي قبل عدة سنوات كانت أعلنت جوجل عن إطلاق نظام الترجمة الآلية العصبية GNMT، وأكدت أنه يمكن تمييز الترجمات الآلية بها التقنية عن ترجمات البشر، وتزايد الاعتقاد بأنه المهنة العريقة بطريقة للاندثار على أيدي الآلات.
مستحيل انه تندثر. طبعا من اكثر الكتاب العالميين يلي ترجم لهم كتب هنن اغاثا كريستي يلي بلغ عدد ترجمات كتبها حوالي 7233، وايضا ويليام شكسبير يلي ايضا بلغ عدد ترجمات كتبه 4293. بالانتقال للعالم العربي، تتفاوت الآراء حول قدرة الأدب العربي للوصول للعالمية ومدى قدرته على التناغم مع الفنون الأدبية الحديثة، والرواية العربية فرضت نفسها أيضا على ساحات الأنواع الأدبية كأحد أهم فنون الأدب العربي. بعض الروايات نجحت ووصلت للعالمية، البعض الآخر أخفق. طبعا بهالإنفوغراف رح نتابع مع بعض ونستعرض أفضل الروايات العربية اللي استطاعت كسر حاجز المحلية ووصلت للعالمية. يعني أيضا القائمة أكيد تطول بالروايات العربية اللي ترجمت للغات عديدة، وبالنهاية الترجمة كانت وما زالت عم تقوم بدور كبير جدا بتوطيد العلاقات بين جميع شعوب العالم. هي وسيلة لنقل الحضارات وجميع جوانب المعيشة، وما عادت مجرد أسلوب لغوي بل صارت مسألة ثقافية وحضارية تستخدم من قبل جميع دول العالم، وبدونها أكيد لا يمكن الانفتاح على الحضارات والثقافات. يعني فعلا وردي، يمكن دائما ما يقال بأنه في مهن مع الوقت بتروح أو بتزول، لا، إنما يمكن موضوع الترجمة تحديدا لا باقي مرتبطة بالوجود الإنساني، لأنه الإنسان والشعوب بحاجة تتواصل مع بعضها، بحاجة تأخذ وتعطي مع بعضها. وتذكرت على سيرة الروايات، يعني الأجنحة المتكسرة أيضا لجبران خليل جبران صحيح. ترجمت ل يعني عشرات